وأحد المصانع التي دشنت مؤخرا في البصرة هنا باستثمارات عربية بلغت 10 ملايين دولار. المصنع ينتج عشرات الأطنان يوميا من الألبان لتلبية الطلب المحلي، فضلا عن كسر هيمنة المستورد من المنتجات الغذائية في السوق العراقي. طاقة المعمل خلال كم شهر راح نزيدها لتصير إن شاء الله بال 120-130 طن بالساعة، تقريبا نقدر نعمل 24,000 بنينة بالساعة مع البطل اللبن. نحن إن شاء الله عم نقدر نلبي من 20-25% تقريبا بالبصرة. هذه التجربة الصناعية ربما تكون دافعاً لفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات وتحريك الاقتصاد المشلول بسبب التداعيات الأمنية والصحية في البلاد. وقد كشفت هيئة الاستثمار في البصرة عن تلقيها طلبات إقامة مشاريع لصناعة المنتجات الغذائية لتخفيف اعتماد العراق على الاستيراد. لدينا طلبات إنشاء معامل استثمارية عن طريق الاستثمار اللي هي المنتجات الغذائية في محافظة البصرة، ننسق مع الحكومة المحلية لتخصيص قطع أراضي مناسبة. لدينا الآن خطوة لإفراز أكثر من 1.5 مليون دونم في البادية الجنوبية لمحافظة البصرة، وهي أماكن جيدة جدا للزراعة وصالحة جدا للزراعة. دعم الإنتاج المحلي لم يتوقف في الأسواق برغم منافسة الأغذية المستوردة، الأمر الذي أنعش مصانع القطاع الخاص وحيد بعض الشيء من السلع التي تأتي من دول متعددة في مقدمتها تركيا وإيران والصين. المنتجات العراقية بصورة عامة الأغلبية يمدحون بهذا الشيء ويدعمون المنتوج الوطني، وعندنا هواي منتوجات وطنية وأسعارها كلش مناسبة. وشهدت الصناعات المحلية في البصرة تراجعا في السنوات الأخيرة، إذ أغلقت معظم المعامل أبوابها بسبب غياب الدعم وإغراق السوق بالمستورد. في بلد يستورد أكثر من 60% من سلعه الغذائية، يواجه المنتج المحلي منافسة غير عادلة، ومع هذا ما زال صامدا في السوق بفضل إقدام المستهلكين على شرائه تشجيعا منهم للمنتج الوطني. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.